من جبهة الحرب إلى الأسر إلى الحرية، ارتمى هذا الفتى الصغير بين أقدام والدته، محاولا تناسي عذابات وذكريات تجربة مريرة من القتال في صفوف الحوثيين. تجربة سلبت براءته وحولته ورفاقه من الأطفال إلى آلة قتل صبغت يومياتهم بلون البارود والدم. هي لحظة باعثة على الأسى حين يستيقظ الصغار وقد ابتلعتهم حروب الكبار وألقت بسوادها على قلوبهم. تؤكد التقارير أن ما لا يقل عن 5000 من مقاتلي الحوثيين هم من الأطفال الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم وإرسالهم إلى جبهات الموت ليعودوا إلى أهلهم صورا على حائط، فيكتبون عليهم جنائز الصرخة التي اجتاحت اليمن في لحظة شاذة من التاريخ وحولته إلى مقابر. وفي هذا اليوم العالمي للطفولة لا وقت كي يستوعب أطفال اليمن ما يجري حولهم، ولا حاجة كي يتذكروا أن ثمة مناسبة خاصة بهم وأن أقرانهم من أطفال العالم يحتفلون ويبتهجون. كل ما في الأمر أنهم سقطوا في جوف الحرب، فصار الوطن الذي يكبرون فيه عاريا تتناهشه أيادي الموت. أكثر من 1000 طفل قتلوا خلال الحرب تقول اليونيسف، بينما الملايين من أقرانهم موزعون في جبهات القتال ومخيمات النزوح والمشافي، فيما البعض الآخر تحت سلاح الجوع والأوبئة الفتاكة. غادر المئات الحياة إذن، ولم يعلموا كغيرهم من الأحياء المشردين المحرومين من التعليم أن بلادهم موقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول الموقعة عليها باحترام حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وحماية مصالحهم، كما لم يعلموا من قبل أنهم مجرد وقود وكروت رابحة في حرب خبروها جيدا قبل أن يتعلموا الأبجدية، فتشكلت لديهم ذاكرة لن تمحى بسهولة حول الدمار والدم والقتل. أصبح لدى كل منهم حكاية يرويها، حكاية انتهاك تعرض له، وحكاية فقدان ونزوح وتشرد. هكذا يمر اليوم العالمي للطفولة، وهكذا يشيب أطفال اليمن عند الفجر.